الشائعات وانتشار المعلومات المغلوطة من خلال الأزمات ومن خلال الانتشار السريع لشبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال أيضا انتشار التقنيات الحديثة والتقنيات المتطورة والأجهزة الذكية التي دائما لها إيجابياتها ولها سلبياتها. الحقيقة أن المجتمع اليوم يعاني معاناة كبيرة جدا من في ليس في السعودية فحسب، ولكن في كل دول العالم، من انتشار المعلومات الكثيرة والغير صحيحة والمعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة والشائعات، وتؤخذ على نطاق واسع وتنتشر بشكل سريع جدا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، الأمر الذي أثر على مصداقية الإعلام وعلى مصداقية الخبر وعلى استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة. أول المتأثرين والحقيقة من هذه الأزمة ومن هذه الشائعات ومن هذه اللي هو وسائل الإعلام والصحفيين، وبالتالي أصبحوا مطالبين اليوم بأن يكون عندهم وسائل للتحقق من المعلومات، وسائل للتحقق من المعلومات الصحيحة وفلترتها وتقديمها مرة أخرى للمجتمع بشكلها الصحيح، حتى لا يكون هناك أي مشاكل أو معلومات غير صحيحة تؤثر على جودة الخبر الصحفي وجودة المعلومة. أستضيف اليوم اثنين الحقيقة ضيفين ثقيلين جدا. أول شيء أشكرهم نيابة عنكم ونيابة عن الجامعة السعودية الإلكترونية ونيابة عن قسم الإعلام الإلكتروني لموافقتهم على أن يكونوا معنا اليوم، اللي هم الدكتور فهد الطياش وأيضا الأستاذ عضوان الأحمري. الوقت لا يسعفني أن أقدم كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم ما شاء الله يحمل سيرة غنية وثرية جدا في مجال الإعلام، سواء في مجال الإعلام الأكاديمي ولا في مجال الإعلام المهني إلى آخره، لكني سأترك الفرصة لكم جميعا اليوم أنكم تستفيدون من هذه المحاضرة، ولنا جميعا أن نخرج اليوم بفائدة علمية ومهنية تنعكس اليوم على 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 مسيرتنا المهنية وتنعكس عليكم جميعا، وإن شاء الله تساهم إن شاء الله في الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والأخبار المزيفة والشائعات في مجتمعنا. أولا خلوني الدكتور فهد، موجود تسمعني؟ الدكتور فهد اسمعني؟ اي اسمعك واضح دكتور، لكن ما يبدو لي ان الميكروفون عندي مغلق. اي طيب تفضل دكتور فهد، تسمعني واضح الان؟ الان اسمعك بوضوح. نعم. طيب ارحب في الدكتور فهد الطياش الاكاديمي المعروف والاعلامي وصاحب التجربه الثريه في العمل المهني الاعلامي وايضا في العمل الاكاديمي، استاذ الاعلام المشارك. خليني يا دكتور ابدا معاك اليوم، نلقي الضوء على الشائعات والأخبار المزيفة وتلقينا فيها الضوء بشكل مختصر جدا من ناحية علمية. ماذا نقصد اليوم بالشائعات والأخبار المزيفة؟ ما هو التعريف العلمي والأكاديمي لها؟ أولا أسعد الله مساء الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الجميع وأخص بالتحية أخي وصديقي الحبيب عضوان من لندن، وهو من النجوم الذين نفخر بهم الحقيقة في ظل صناعة مهنية نرى فيها مثل هذه النجوم الشابة التي فعلا جعلنا نفخر بأننا في الجامعات السعودية وفي المؤسسات الإعلامية السعودية هناك من يحقق المعادلة النجاح مهنيا. أيضا أشكر أخي وصديقي الدكتور شاكر دعوتنا للمشاركة في هذه الندوة. موضوع الشائعات موضوع يطول كثيرا، ولكن سأحاول اختصار الموضوع لقضايا جدا مهمة تعلق بأن عندما نتحدث عن الشائعات احنا نتحدث عن المجتمع الإنساني وهو في حالة نمو وفي حالة صدام مع الأسف الشديد، وهذا هو حال المجتمعات الإنسانية في مسيرتها في نهضتها، تتعرض لكثير من المواقف من ضمنها الحروب ومن ضمنها الخلافات القائمة وأيضا الغموض في بعض المعلومات. هنا تنشأ الشائعات لأنها جزء من منظومة عمل كبيرة جدا نسميها الحرب المعنوية، الحرب النفسية، أحيانا تكون جزء من أيضا. أنا أحاول أيضا أفتح الكاميرا لكن ما يرضى تفتح معي الكاميرا. تفضل دكتور، صوتك واضح. تفضل. صوتي واضح، جميل. أنا هي جزء من الحرب النفسية، ولذلك هي بدأت دراسة هي منذ القدم المجتمع الإنساني، ولكنها بدأت
تصبح جزءا من المنظومة العلمية الأكاديمية البحثية التي ترتبط بمؤسسات الدول، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. يعني فعلا طبقت فيها الدراسات النفسية والاتصالية والاجتماعية وحتى الأنثروبولوجية في أشياء كثيرة، إلى أن بدأت واضحة المعالم في تلك الحرب العالمية طبقت على شكل تجارب علمية. يعني كانت الحرب العالمية ظن الناس أنها هي مجرد حرب عالمية بالسلاح، ولكنها ليست كذلك، هي حربا عالمية أيضا بأسلحة أخرى، أسلحة تدمير المعنويات، من ضمنها الأفلام الوثائقية، الأفلام السينمائية، تجارب المنشورات، تجارب الإذاعات. وهنا نشأت كثيرا من قضايا ودخلت المؤسسات البحثية العلمية، وسنتطرق لكثير منها. ولذلك لما نتكلم عن الإشاعات في هذا في هذا الملتقى، لا يمكن أن نقصرها على تعريفا واحدا أو رؤية واحدة. هناك تعريف عسكري، تعريف اقتصادي، تعريف سياسي، اجتماعي، اتصالي، وقس عليها الكثير. ولذلك هي مرتبطة بتشويه المعلومات والحقائق إلى أن نصل لتفاصيلها. ومن هذا المنطلق يعني سنعود إلى تفاصيل أكثر، ولكن خلينا نبدأ ننطلق منها كسلاح، من أسلحة ضرب المعنويات وتفتيت همة المجتمعات، وعلى الأقل هي جزء من حرب نفسية ضد الأمة، سواء لوقف انطلاقتها أو شل تقدمها أو على الأقل إرباكها أمام أزمة من الأزمات. وأحيانا تكون ليست تأتي من عدو، أحيانا ممكن يأتيك من صديق جهل. يعني قد تنطلق من يعني، ونعطي العدو أحيانا أكبر من قيمته، أحيانا الإنسان عدو نفسه. المجتمعات في بعض حالاتنا كما نراها الآن هي نحن نقوم ببعض الممارسات الخاطئة، ونعتقد أن السوشيال ميديا الآن أوجدت لنا مثل هذه الأرضية. جميل جدا، شكرا دكتور فهد على هذه المقدمة العلمية الرائعة حول الشائعات. خليني الآن نذهب للأستاذ عضوان الأحمري في لندن، ضيفنا طبعا الأستاذ عضوان قيمة وقامة كبيرة عندما نتحدث عن الإعلام السعودي، إعلامي وطني وصوت كبير في لندن، وله سيرة مهنية رائعة جدا لا يتسع المجال لذكرها. لكن أستاذ عضوان خليني أبدأ معاك اليوم، أنتم في وسائل الإعلام أبغاك تلقي الضوء من زاويتك الإعلامية ومن زاويتك الصحفية، ما هي نظرتكم اليوم للشائعات؟ كيف ترى الأخبار المزيفة؟ كيف اليوم أنتم كإعلاميين خلينا نقول تصنفون هذه الأخبار قبل وصولها إلى بواباتكم ومن ثم بثها للناس؟ أولا شكرا لك دكتور شاكر، وأنا ما ودي أطيل في الشكر، ولكن أيضا شكرا للحضور الكريم اللي تجاوز عددهم 115 شخص تعنوا وسجلوا ويستمعون الآن لنا. وشكرا للدكتور فهد الطياح، طبعا وهو ليس أكاديمي فقط وإنما مهني وصحفي معروف من عشرات السنين. وشكرا لكلماتك كذلك. أولا عشان نكون واقعيين، احنا ما نقدر نتكلم على موضوع الشائعات لأنها بحر ولديها جوانب نفسية واجتماعية، والأخصائيين النفسيين أو المتخصصين في علم النفس هم الذين يتحدثون عنها. لكن من ناحية مهنية كما جاء في سؤالك الدقيق، أعتقد أننا نواجه يعني للأمانة الصحفي المهني لا يواجه ذلك الحمل الكبير في معرفة الخبر الكاذب من غير الكاذب، لأنه يتأكد من مصادر المعلومات ولا ينشر الخبر إلا بعد تدقيق وتمحيص. وهناك مدارس صحفية متعددة، هناك من يأخذ الخبر من مصدرين، وهناك من يأخذ الخبر من ثلاث مصادر. ومثلا مثل إذاعة الهيئة الملكية للإذاعة البريطانية الدي بي سي، لا يمكن في كثير من الحالات، طبعا الحالات الشاذة تحدث والأخطاء تحدث، ولكن لا يمكن نشر أي خبر أو تقرير إلا أن يكون على الأقل مصدرين وليس مصدر واحد. وأعطيك مثال، يوم أمس يعني مثال بسيط حدث لي أنا، يوم أمس جاء عاجل من صحيفة المترو، صحيفة المترو في بريطانيا صحيفة موثوقة حتى ولو كانت ثانية، اللي هو إدخال بوريس جونسون إلى العناية المركزة. كان بإمكاني، يمكن أنا أعتقد أول واحد نشر على تويتر، كان بإمكاني أن أخذ الخبر وأنشره مباشرة، ولكن أنا يعني فكرت، وهذه طبعا لزميلاتي وزملائي من طلاب الإعلام اللي يسمعون الآن أو المهتمين بالإعلام، فكرت هل أنشر هذا الخبر أو أن أخذ من مصدر أكثر رصانة من المترو. فذهبت للبي بي سي ووجدت الخبر عاجل في البي بي سي، وذهبت للبي بي سي ونشرته. مثل هذا السلوك أنا أعتقد لو قمنا به بشكل بسيط، سواء يعني المتلقي الذي لا علاقة له بالمهنة، سنصل إلى مرحلة في انخفاض الشائعات. بالنسبة للعاملين في المهنة،
لا يواجههم ذلك الأزمة الكبيرة في التعامل مع الشائعات داخل المطبخ الصحفي، ولكن بصد الشائعات التي تصدر من الناس. يمكن لو نتذكر قبل فترة كان الناس يتباهون يقولون أن كل شخص الآن أصبح وزير إعلام نفسه، وأن الآن كل شخص أصبح صحفي وجواله في يده وينشر بلا رقيب. وأنا أعتقد أن هذه فوضى في نظري، أن الآن بدأ تصحيح المسار لها تدريجيا، لأن الناس أصبحوا متعطشين لمعلومات. مثلا في أزمة كورونا أصبحوا يأخذون من المتحدثين الرسميين، إما لوزارة الصحة أو وزارة التجارة أو وزارة الداخلية، واكتشفوا لاحقا أن المصادر الصحيحة تأخذ من مصادرها الصحيحة. وهذا وعي بدأ يتشكل، ودليل أن هذا الوعي يتشكل، أنا أعتقد من المرات القلائل التي يجمع فيها السعوديين على حفظ اسم متحدث رسمي وهو الدكتور محمد عبد العالي. مثلا حينما كانت أزمة الإرهاب، نتذكر أن كثير من السعوديين يعرفون اللواء منصور التركي، لأن الأحداث الإرهابية كانوا يأخذون الأخبار من مصدر واحد من وزارة الداخلية، ولا يأخذونها طبعا من مشاهير سناب شات أو من الصحفيين حتى على تويتر والآخرين. اليوم لو تلاحظ يعني منسوب الريتويت أو حتى منسوب المتابعة للحسابات الحكومية على تويتر ارتفع، والدليل أو السبب وراء ذلك طبعا هو رغبة الناس في معرفة الأخبار حول هذا الموضوع. أنا أعطيك مثال على شائعة أخرى اللي هي على موضوع دواء الكلوروكين، هل هو يعالج أو لا. قبل أسبوعين مثلا اقترح أحد الزملاء في الصحيفة أن نعمل مادة عن أن دواء الكلوروكين شفى عدد من الحالات في العالم. استغرق البحث يا شاكر، يا دكتور شاكر، 4 أيام. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هناك حالات من البحرين تشافت في مراحلها الأخيرة، يعني لما قربوا يتشافون بدأوا يعطونهم كلوروكين. في معلومات متناثرة وليست مؤكدة أن كثير من الحالات في السعودية وزارة الصحة أعطتها هذا الموضوع. هناك معلومة أو شائعة تقول أن وزارة الصحة مثلا، يعني لاحظ الآن من الدقة أن أقول لك هنا معلومة أو شائعة، ما أعطيك خبر. وهذا المفترض أنه يكون أنه وزارة الصحة عممت على جميع الصيدليات عدم بيع الدواء، لأنه قد يكون مستقبلا إذا أصبح هو الحل يصرف بوصفة طبية. كل هذه المعلومات لم ننشرها مباشرة، استغرقنا 4 أيام نجمع ونسأل أطباء، واليوم أعتقد نشرت وستنشر لأن أجدناها قبل ما ندخل الاجتماع معكم في المحاضرة. أعتقد ماذا ستنشر، هل دواء الكلوروكين هو فعلا مفيد أو لا. مواضيع الطب والصحة والأمن ليست مواضيع سهلة الواحد ينشرها ويتباهى بها، لأن عنده ملايين المتابعين ويأخذ الموضوع بهذا الاستسهال. النقطة الأخرى الخطيرة جدا، يمكن الآن نسمع الناس ينكتون على بعض في تويتر وغيره أنه ما شاء الله هذه مصادر واتساب. المسؤولية الكبرى، وأنا اليوم إذا كان عندنا الآن يسمعوننا 123 واحد بالمحاضرة، أنا أعتقد 123 واحد ممكن يأثرون على 100,000. لا ترسل رسالة تصلك عن طريق الواتساب إلا بعد ما تتأكد منها. إذا كانت هذه الرسالة معها صورة أو فيديو، أنا بعطيكم الآن هدية، برنامج من شركة جوجل اسمه ريفيرسي، ممكن الدكتور شاكر يحطونه على حساب الجامعة بعد نهاية المحاضرة. هذا البرنامج من جوجل، إذا اشتبهت أنت في صورة مثل صورة المجموعة المسلمين اللي قالوا أنهم يصلون في الغرب بعد كورونا، ويعني انبهارا بالحالات التعافي والتشافي لدى المسلمين، وهذا الكلام غير صحيح. هذول مجموعة من الناس قاموا بالتضامن مع المسلمين وصلوا معهم بعد مجزرة نيوزيلندا. فالناس أخذوا هذا الفيديو وقالوا أنه والله بكورونا، أو الذي دخل في مطعم في فلسطين أعتقد وقام بإشغال القرآن، أو وجدوا أنه شخص يهودي يقوم بتشغيل القرآن، هذا كان في مناسبة دينية وتضامن مع المسلمين. فتخيل أن كل هذه الشائعات تتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي دون تمحيص. أنا ما أبغى أطول عشان بس نعطي الدكتور شاكر. الفكرة هي في هذا البرنامج الميزة أنك أنت تقوم بتحميل الصورة أو الفيديو يعطيك تاريخها. فما هو الأفضل، أن تنشر شائعة وأن تصنف بين قوسين ضمن المرجفين أو الكاذبين، أو أن تنتظر دقيقة أو دقيقتين للتأكد من تاريخ هذه الصورة والفيديو وتصبح من المهنيين الصادقين؟ الخيار لك. صحيح صحيح، أتفق معك أستاذ عضوان، لكن خلني أسألك من حيث ما ختمت فيه الآن. أنت تقول اليوم أنه في تحث الكثير من المتابعين والجمهور وأيضا أفراد المجتمع أنه ما يتفاعل مع الشائعات، لكن اليوم أنت كصحفي ما هي النصيحة اللي تقدمها اليوم لأي واحد كيف يفرق بين الشائعة والخبر الصحيح؟
اي شخص عادي اليوم ممكن يجي خبر في الواتساب ولا في سناب شات ولا عن طريق واحد من المشاهير ولا عن طريق تويتر. انت تعرف احنا في زمن فضاء معلوماتي واتصال سريع، وممكن يجي خبر يحوله على ثاني ولا يروح يغرد فيه يبغى يقدم للناس معلومه وفي الاخير هي شائعه. انت اليوم كيف تنصح اليوم فرد اللي موجود في المجتمع انه يتحقق من اي او يفرق بين المعلومه الصحيحه والخبر الصحيح والمعلومه الكاذبه والخبر الكاذب؟ اولا انا اعتقد يعني ما ابغى ابالغ الان اذا نصحت الزميلات والزملاء، انا اسميهم زميلات وزملاء لان كلنا مسؤولين يعني وعلينا مسؤوليه اعلاميه. انا ما ودي انصح الان ويقولون يعني والله هذا انحياز للصحافه، ولكن في الحقيقه فعلا انه الصحافه اليوم يعني باختصار بعطيك قياس، اليوم اللي يبغى يعرف الخبر هل هو صادق او كاذب، صحيح او غير صحيح، شائعه او معلومه، مصادر الاخبار معروفه. لا يمكن ان تنشر قناه العربيه خبر كاذب. لماذا؟ لان خبر، لان قناه العربيه ستحاسب ولديها جهاز تحريري قوي ولديها يعني فلاتر حتى يصل الخبر الى المتلقي. الصحف اليوم مثلا بغض النظر ايا كانت، انا اتكلم على الصحف التي لها تاريخ رصين وليس مجموعه من الاقارب او اولاد العم او اولاد الحاره يقومون بانشاء صحيفه الكترونيه ويصدرون لها تصريح من وزاره الاعلام، لا، انا اتحدث عن الصحف الرصينه التي لها تاريخ ومعروفه، والصحف السعوديه معروفه. هذه الصحف ستحاسب نشرت الشائعه. لم نجد مثلا في الفتره الماضيه احدى الصحف السعوديه مثلا قامت بنشر دعوه لكسر التجول، لماذا؟ لان عليها رقابه فيما يتعلق بالنظام العام وليس رقابه في المحتوى والنشر وحريه قيود التعبير. فالموضوع بسيط جدا، لمن يريد هناك مصادر صحفيه معروفه على الانسان يتلقاها. ايضا لا يعني ان يكون امام حسابك في سناب شات نجمه او يكون حسابك في تويتر موثق معناته ان المصداقيه عندك كامله، غير صحيح. يعني اكتشفوا حتى في الولايات المتحده الامريكيه احدى يعني الشهيرات بالمكياج وبالاستعراض في برنامج التيك توك وغيره قامت بالكذب ولبس لبس ممرضه وتقول ان هناك انهيار وان هناك حالات وفيات. يمكن شفتوها على قناه الاي بي سي الامريكيه قبل امس، ممكن يشاركها مع الدكتور شاكر ايضا، يشاركها مع الطلاب والطالبات ومع المهتمين. اكتشفوا بعد ما انتشر هذا الفيديو وشاهد عشرات الملايين من الناس، اكتشفوا لاحقا ان هذه السيده ليست ممرضه ولا علاقه لها بالمهنه، ولكن ايضا لا يمكن ان تقوم باجبار الناس جميعا ان يتركوا التيك توك ويشاهدوا الصحف. هذا خيارها الشخصي، ولكن ايضا الوعي خيارها الشخصي. وكما قلت يعني الى اين، اي فئتين تريد ان تصنف؟ صحيح، المرجفين وناشري الشائعات او فئه الناشريه المهنيه والمعلومات الصحيحه؟ طيب انا بس قبل ما اروح للدكتور فهد، في الاسئله يعني نشرف ان شاء الله باستقبال اسئلتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم ونقلها للضيوف الاستاذ عضوان الاحمري والدكتور فهد الطياش من خلال سواء انا افضل الهاشتاج. احنا عندنا واحد من الزملاء في الهاشتاج لقاء الاعلام الالكتروني الموجود، لقاء الاعلام الالكتروني، واكتبوا في الهاشتاج وراح ننقلها للزميل عضوان والدكتور فهد الطياش. دكتور فهد، ما هو الدور المطلوب اليوم من الحقل الاكاديمي ومن اعضاء التدريس في الاعلام ومن الجهات الاكاديميه في ابراز التعريف الصحيح والتحذير من الشائعات وتناقل المعلومات المغلوطه للمجتمع؟ اولا انا اشكر الاخ عضوان لانه تطرق لجمله من القضايا المهمه، وكيف ان المؤسسات الاعلاميه فعلا حريصة كل الحرص على عدم الخوض في الشائعات والتثبت من مصادر الأخبار بأكثر من وسيلة وأحيانا التوثق بشكل دقيق جدا. المشكلة أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي هناك خطأ كبير وقعت في الجامعات، وتحديدا أعتقد أن الجامعات العربية يعني منذ فترة طويلة، وهي ما أسميه أنا الجزر المعزولة. وعندما أتحدث عن الجزر المعزولة أتحدث عن أنه كل قسم ينظر للزاوية محددة، بمعنى أن قسم الاجتماع يدرسها من زاوية اجتماعية وعلم النفس يدرسها من علم النفس والاتصال أيضا يدرسها من ناحية عمليات اتصالية وهكذا. لا يوجد لدينا عمل مؤسسي، وأعتقد أنه مؤسسات المجتمع أيضا لم تخدم الجامعات كما ينبغي.
خليني أعطيك على سبيل المثال في قضية من القضايا يمكن سأطرحها. في عام 2017 في الولايات المتحدة كان هناك مركز أعتقد أنه لمتابعة الأمراض، كان عندهم لقاء اللي هو عنوان Building Communication Capacity Counter Infectious Diseases Threat، اللي هو بناء قدرات مجتمعية لمواجهة الأمراض المعدية والأمراض الخطيرة. هذه كانت في 2017. عشان أقول لك مين اللي كان، هذه كانت في الناشونال أكاديميك أسمبلي فور ساينس، كانت في واشنطن دي سي. الجهات التي شاركت فيها غير معقولة بعقود ما تتخيل، ابتداء من وزارات ومن جهات أمنية وشركات وجامعات، كلهم التقوا بعقود مشتركة وأسسوا لهذه الدراسة ولمسوها من زوايا عدة، وهي متوفرة. أعتقد أنه الآن ممكن واحد يحصل على تفاصيل هذه الدراسة، يعني إذا أردنا أن نتابعها بشكل كبير. هل صوتي واضح يا دكتور؟ صوتك واضح واضح دكتور فهد، واضح جدا. اختبت عندي الشاشة. بعد هذا الجهد الكبير الذي تم في تلك الدراسة، الآن نحتاج أنه هناك تعاون وثيق ما بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية حتى نستطيع أننا نقف حائط صد لدراسة علمية رزينة، كيف يمكن لنا أن نتبع هذه الشائعات وكيف يمكن لنا أن نواجه هذه الشائعات، لأن الشائعات هي ليست عملية يعني أحيانا أخطاء ترتكب في المجتمع، وإنما أحيانا تكون ذات قصد وذات قصد كبير جدا، لأن الهدف منها هو التأثير النفسي والتأثير في الرأي العام المحلي، وأحيانا ربما يكون هي جزء من تأثير في الرأي العام العالمي والإقليمي. ما حدث في جائحة كورونا وموضوع الصين وغيره، الآن هل هي جزء من حرب بيولوجية؟ هل هي جزء؟ إذا إن كانت كذلك، من المتورط؟ من المستفيد؟ من الضحايا القادمين في هذا؟ فأعتقد أننا أمام حالة أننا نحتاج أننا نعمل بمنظومة جديدة وتفكير جديد. طبعا هناك من يرى انه بعد جائحه كورونا ان العالم، يعني يردد مقوله هنري كيسنجر، ان العالم لن يكون ما كان قبل هذه الجائحه، وهذا ربما يكون صحيحا، لكن انا اعتقد انه عندنا نقطه مهمه وحين نسميها الدروس المستبعده. ماذا تعلمنا من هذه الجائحه؟ يعني ذكر الاخ عضوان انه، وانت قرات يا دكتور شاكر، ان المملكه العربيه السعوديه الان نستقي الاخبار من مصادرها، وذكرته ثم المثل بمنصور التركي والدكتور محمد العبد العالي، ولكن الموضوع هذا احنا تعلمناه من قديم، تعلمناه ايضا من حرب الخليج الثانيه، من ايام اللي هو الربيعان، يعني لما بدانا وكانت المعلومات يعني تخرج من القوات التحالف، وهي في جزء، بينما التحالف كان جزء اساسي منه قياده المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي اصبح هناك متحدث رسمي سعودي يقود الفكره ويقدمها للعالم. ونفس الشيء في التحالف في اليمن، أعتقد أننا عملنا منظومة كبيرة جدا. الوزارات التي يعني، وأذكر جيدا أنه قيلها وتوجيه حتى للمؤسسات الإعلامية، وأذكر أن واحدة منها الملك سلمان الله يحفظه عندما كان أميرا للرياض وجه في إطلاق صحيفة عكاظ لما كان في نسخة متزامنة بالرياض، هذا الكلام من قبل يمكن عقدين من الزمن أو أكثر، وجه المعلومات. كان أحد الزملاء طرح سؤالا، يعني أنه بعض الصحف أحيانا تواجه مشكلة مع يعني أنها تتجنى على الوسائل وتتجنى على المؤسسات، وقال جاوبوهم، أنتم لا تتركون مجال لهم أنهم يبحثون عن معلومات ناقصة. المؤسسات يجب أن توفر المعلومة. أعتقد أنه إحنا المملكة العربية السعودية قطعنا هذا الشوط الكبير، بقي علينا في الجامعات أننا نضع أيدينا أيضا، نتعامل منظومة متكاملة وليس منظومة متفرقة. يعني الجامعات السعودية يجب افترضنا تبدأ مظلة وزارة التعليم وتنطلق شبكة بحثية، ونعيد التفكير حتى في مدينة الملك عبد العزيز بطريقة تعاطيها مع الأبحاث وتعاطيها مع الميزانيات البحثية فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية تحديدا وفي هذا المجال بهذا الوجه. ممتاز، شكرا دكتور فهد، مداخلة رائعة. بالنسبة بسألك أستاذ عضوان، يعني أنت الحقيقة ذكرت
قبل شوي مثال جدا رائع لكم في التعامل مع أحد الأخبار عن إدخال بوريس جونسون للمستشفى وأنك تحققت من أكثر من مصدر. لكن في الحقيقة مع انتشار الصحف الإلكترونية وانتشار خلينا أقول لك إياها بالعامية، توظيف أي أحد ممكن يجيك من برا ويقول لك أبغى أشتغل صحفي وتوظف صحفي، عارف؟ أو أي واحد يجيك ممكن يقول لك بفتح صحيفة إلكترونية وتفتح له صحيفة إلكترونية، ولا تجيك الآن حسابات المناطق وحسابات عادي للمناطق وحسابات ما يعرف إيش، وأصبحت عندنا ما شاء الله فتحت بوابة كبيرة جدا لانتشار الشائعات والمعلومات المزيفة. إحنا الحقيقة أنا اللي دعاني أنظم هذه الندوة اليوم وهذه هذا اللقاء المميز، إنه في الحقيقة إحنا نعاني، احنا متخصصين في الاعلام نعاني لما نشوف كم كبير من الشائعات اللي يتم بثها والتغريد فيها ونشرها ثم اعاده مسحها مره اخرى. من الذي يعفيه؟ طبعا اذا نشر اليوم، انا تابعت اكثر من صحيفه خلال الاسبوعين الثلاثه اسابيع الماضيه واكثر من حساب اخباري تنشر معلومات ثم يكتشف انها خاطئه ثم تقوم بمسحها، هل هذا يعفي المهنيه والاخلاقيه الاعلاميه من بمجرد المسح، ولا احنا اليوم مطالبين بعمل اكبر؟ تفضل سلعبون. اولا يعني انا صراحه الموضوع معقد، ولا ودنا احنا يعني برضو نقول انه والله نصنف الناس. طبعا انا ما اعرف هل انت الان راح تعرض الاسئله اللي سأل الزملاء صح ولا لا بعد ما نخلص؟ نعم صحيح، انا بعطي يمكن اخر 20 دقيقه للاسئله. صحيح، ممتاز. اولا في شيء صراحة مؤذي، يعني تخيل اليوم أنا وياك يا دكتور شاكر نقدر نقدم مشروع صحيفة إلكترونية، نروح ونطلع للصحيفة هذه طبعا، وأنا أقدر أوظف أقاربي وأنت توظف أقاربك، ممكن إحنا نأخذ لنا استراحة وملحق وندير هذه الصحيفة منه، ثم نذهب إلى وزارة الإعلام ونطلب ترخيص صحيفة إلكترونية ويطلع لك والله مرخص من وزارة الثقافة والإعلام. هذا طبعا التنظيم للصحف الإلكترونية قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، طبعا كان صراحة أنا أعتبره من الأنظمة الكارثية. ما الذي حدث؟ حدث انه زي ما شرحت لك، انا يمكن ضربت المثال في البدايه، قلت لك انه مجموعه من الاقارب يشترون صحف الكترونيه، وهذا موجود. اذا ما في حسيب ولا رقيب على موضوع التنظيم، المفترض انه اي واحد يبغى يطلع صحف الكترونيه لازم يكون عندك ميزانيه، لازم يكون عندك تخصص. يعني اليوم السعوديه البلد النفطي الاقتصادي، عضو مجموعه ال20، لا يوجد لديك اضافه الى صحيفه الاقتصاديه معروفه طبعا عريقه، لا يوجد لديك صحيفه حديثه نشات الا صحيفه واحده وهي متخصصة، وننصح الجميع بمتابعة الأخبار الاقتصادية فيها، صحيفة مال للعزيز مطلق القمي، مشروع شخصي اليوم أصبح من المصادر الموثوقة في موضوع الطاقة. فهذه الأزمة، الأزمة أن اليوم ما في رصانة، هي الرصانة والمهنية هي أهم من أنك تطلق صحيفة. أنا زي ما شرحت، إطلاق الصحيفة لا يتبقى 5000 ريال أو ممكن أقل من 5000 ريال، موقع وموقع للاستضافة يعني سيرفر، وتقدر يعني في صحيفة اليوم جالسة تحقق أرقام مهولة، طبعا تصدر من إحدى محافظات منطقة الرياض، مشاهدات مهولة يا جماعة الخير، تخيلوا مشاهدات إلى مبالغة يوميا تعتبر من الصحف المتقدمة. أنا أعتقد أن فريق التحرير فيها كامل، فريق التحرير لا يتجاوز 3 أشخاص، يقومون على نسخ ولصق الأخبار الموجودة في الصحف، حتى لما عملنا مقابلة صحفية في إندبندنت عربية ننشرها الآن، هم مفعلين خدمة الRSS، ياخذ الخبر مباشره بدون اي تدخل بشري مع الصوره وينشره عنده في الموقع. هذه صحيفه ويمكن عندها متابعين وممكن انه يقوم بنشر الشائعه. انا اعتقد التنظيمات، اول شيء احنا بحاجه للتنظيم، احنا بحاجه الى اعاده تنظيم نظام الصحف الالكترونيه، التراخيص قيمتها وجودتها، امارات المناطق. يعني شوف انت الان لو تاخذ التنظيم بتفصيله ممكن انك تلقى حل. يعني اي صحيفه تصدر من اي منطقه مسؤوليه اماره المنطقه، هذه الصحيفه ليست مسؤولية أمارة المنطقة أن تأمرها وتنهاها وتحذف وتنشر بالإجبار، لا، الشائعات فقط. يعني ما شرحت لك، أنت لا تريد أن تصل إلى مرحلة أنك تقول يجب أن تكون هناك رقابة على الكل، لا، لكن أمارة المنطقة هي المسؤولة عن إيقاف الحد من الشائعات وأن تصبح هي المصدر الرئيسي للأخبار المعروفة. موضوع، أعطيكم مثال، يعني خلونا نتكلم الآن عن موضوع البلد اللي حصل، موضوع الصورة اللي في الدمام الفيديو. اسمعني دكتور شاكر، اسمعك صحيح. هذا الفيديو اساء لنا واساء للبلد
وأساء للجميع. وطبعا الذي صور حتى تلاحظوا يعني دقة، يعني عشان يعني أنا أبغى نحرك الحس الصحفي عند 139 موجودين معنا، إن شاء الله ما أفضل مننا جميعا. لاحظوا الدقة، ترى اللي صور كان فيه أحد جالس يصور جنبه، يعني كأنه زي الاتفاق أني أنا بصارخ عليهم وأنت صور، يعني واضحة، يعني التصوير ما كان من زاوية أخرى، كان من زاوية المتحدث. ولكن مش هذه النقطة، هل هذا الموضوع صحيح غير صحيح؟ محلات كثيرة، لكن قد يكون مثل ما في الرياض أحد محلات بيع الدواجن، أو أحد محلات بيع يعني الرقائق المعروف، أو أحد محلات البرجر الشهيرة، تلقى عنده طابور، هذا رزاق من الله سبحانه وتعالى. فقد يكون محل البيض هذا كلمة من شخص إلى الآخر إلى الثاني إلى الثالث، والله هذا أفضل بيض في المنطقة، فراحوا تجمعوا عنه. أصبح الموضوع كذبة. الموضوع وصل إلى دول معادية أخذت هذا الموضوع وتغرد عليه بسبب جهل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى في موضوع الإخبار أو الشائعات. يمكن اليوم قبل شوي قريت تعليق، أنا عارف ممكن يكون على أسئلة تبعك دكتور شاكر، اللي يقول إنه المصادر الرسمية هي فقط أو القنوات الرسمية للأخبار معروفة وليست قناة العربية. صحيح، ولكن اليوم القناة الأولى السعودية لن تنشر خبر عن حكومة الوفاق في ليبيا، ستجد في قناة العربية، لأن قناة العربية قناة سياسية شاملة لجميع الأخبار، والخبر الذي يصدر فيها، وهي طبعا مؤسسة الجميع يفتخر بمهنيتها وقوتها، الخبر الذي ينشر في العربية أو في الإخبارية أو في جريدة الرياض أو الشرق الأوسط والآخره، يمر عبر فلاتر. ما هي الفلاتر؟ الصحفي يكتب الخبر يعطيه إلى رئيس القسم، رئيس القسم يجيز هذا الخبر، يقوم بإعطائه إلى التدقيق اللغوي، التدقيق اللغوي يرسله في ملاحظاته إلى مدير التحرير، مدير التحرير يوافق على هذا الخبر، يتحمل رئيس التحرير مسؤولية النشر. 4 أو 5 مراحل مر بها الخبر البسيط. تمام. في السوشيال ميديا ما في 5 أو 6 مراحل. أنا وياك نطلع نصور أي شيء في الشارع، ونقوم برفع على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نقوم بالحذف والاعتذار له. أنا أعتقد مسألة التنظيم، يعني التنظيم هو الذي نحتاجه، وأيضا تفعيل الصرامة فيما يتعلق بنظام الجرائم المعلوماتية. أنا أعتقد سنصل لمرحلة تصحيح وضع، وأنا أعتقد الآن أن كورونا من حسناتها، صحيح أنها جائحة ووباء، ولكن من حسناتها أنا اللي جالس أشوف، يمكن الدكتور فهد يوافقني ويعارضني، جالسة تصحح مسار الأشياء ومسار الإعلام، وتعيد الكفة للإعلام والإعلاميين. أنا جايك في السؤال هذا جايك، بس خلني أسأل الدكتور فهد عشان نستغل الوقت. دكتور، أنت كيف شايف اليوم تجربة وزارة الصحة في من خلال منهجيتها الإعلامية وخطتها الاستراتيجية الإعلامية من خلال البث اليومي والمؤتمر الصحفي اليومي في تقديم المعلومة الصحيحة للناس، وأيضا بعض الوزارات مثل وزارة التعليم ووزارة التجارة، وكيف هذا يندرج ويتم الاستفادة منه في الحد من الشائعات والأخبار المزيفة؟ أعتقد أن سؤالك جدا وجيه وفي محله، لأنه تجربة أول شيء وجود مركز معلومات، ونعتقد أنه الأخ عضوان لمس هذا بشكل جيد، وأنه فعلا الجائحة كورونا ستعيد تنظيم أشياء كثيرة، ستعيد على الأقل تنظيم مجتمعاتنا من زوايا كثيرة، يعني وأعتقد أنه من ضمنها تنظيم المهنية الإعلامية في هذا الخصوص. وزارة الصحة يعني ممثلة بوزيرها دكتور توفيق الربيع والفريق الذي يعمل معه، وأعتقد أنه فرق الوزراء الموجودين أيضا دكتور حمد الشيخ والدكتور ماجد القصبي من وهذا وزير الداخلية سمو الأمير عبد العزيز، كل 4 هذه الجهات استطاعت بكل بساطة، لكن لأن الجائحة هي صحية طبية، وزارة الصحة هي التي تقود المشهد في هذا الإطار. أعتقد أنهم حدوا كثيرا من المشاكل، أوقفوا كثيرا من الجهات التي ممكن أن تصطاد في الماء العكر، ممكن وإن كان هناك بعض الجهات التي حتى وإن كانت بعض المؤسسات الإعلامية التي يقول عليها عضوان أنها مؤسسات إعلامية صحفية إعلامية رزينة، أنها بعضها أقل وقوعا بالخطأ، وهذا غير صحيح. أحيانا المؤسسات الإعلامية يكون وقوعها بالخطأ كارثي، قد يكون هدف أساسي. يعني أنا أذكر يعني وأعتقد أنه حتى بالجامعة الإلكترونية، والدكتور شاكر يعرف هذا جيدا مما يدرس للطلاب
كيف يمكن لهم تمحيص الخبر. ففي نموذج بسيط جدا أظن في عام 2013 قامت قناة الجزيرة نشرت خبر عن نفسها، خبر بسيط جدا ما قد لا يؤذي أحدا، أنها عنوانه قناة الجزيرة تتصدر القنوات العربية في العالم العربي، مبنية من اللي يقول الكلام هذا قالت أنه مبني على دراسة قامت بها كل من شركتي إبسس وشركة سيجما أظن المغاربية، شركة دور للدراسات والأبحاث الجماهيرية. الكذبة وين انكشفت معها؟ انكشفت أنها قالت أن العملية هذه تمت في 22 دولة عربية. بعد كذا من اللي نشر الخبر؟ ما نشرته فقط الجزيرة وإنما بثته أيضا أظن وكالة الأنباء الفرنسية أخذ الخبر ونشرت الخبر وفضحت نفسها، لأن وكالة الأنباء الفرنسية قدمت اعتذار رسمي للجمهور وسحبت الخبر وقالوا اعتبروا أن هذا خبر غير صحيح. ليه؟ لأنه إبسس قالت احنا أصلا ما نشتغل إلا في 11 دولة وليس في 22 دولة، وسيجما تشتغل في فقط في بعض الدول المغاربية، بمعنى أن هناك دول لم تدخل بالدراسة، وإنه هذا التصدر اللي مثل هذا الخبر أو المبني على أو هذه الشائعة المبني على خبر أنه هناك من المحتمل أنه هناك دراسات تقوم بها المؤسسات. لكن خليني أعود مجددا وأنطلق من نقطة ثانية تعطي الصورة، ما هي الجوانب التي تقع فيها؟ هل المؤسسات الصحفية أو المؤسسات الإعلامية أو بعض الإعلاميين من يعملون في الإعلام الرسمي يقعون في أخطاء؟ خليني بس أعطيك بعض النماذج لعلها تلقي الضوء عليها. أول شيء عندما تفتقر الأخبار والتحليلات للحياد الموضوعي هنا يقع الخطأ، هنا تدخل الشائعة، يعني بوابات الشائعات في الأخبار. ثانية، رسام الكاريكاتير عندما يبالغ، ونحن نشوف بعض الرسوم الكاريكاتيرية تبنى على شائعات وتضخم هذه الشائعات وتعززها، يعني الرسوم الكاريكاتيرية أظن هذه مدرسة لوحدها في تعزيز الشائعة. أيضا هناك ثغرات أخرى في المؤسسات الإعلامية اللي يسمونها المداخلات الهاتفية، يعني الآن حتى نفرض أنه عندنا مؤسسة كبرى مثل البي بي سي التي تعتمد على عدد من المصادر، لكن عندها برنامج يتعلق بمشاركة الجمهور، نفس الشيء سوانكات وغيره، مشاركة الجمهور هذه يأخذون المشاركة على علاتها ويقدمونها من هذه الزاوية، وقس على هذا تبادل المعلومات ونشر الصور وغيره. ممتاز، شكرا دكتور فهد. ببدأ في سؤال في أسئلة المتابعين والحضور. أنا عندي استفسار يا أستاذ عضوان، هل موجه لك، هل غياب المتخصصين في الإعلام واخذ المشاهير دور الإعلاميين أدى إلى ظهور الكثير من الشائعات لعدم معرفتهم بمبادئ وضوابط الإعلام؟ أهلا، أولا ما أعتقد يا دكتور أن الإعلاميين المتخصصين غابوا، الإعلاميين المتخصصين موجودين، ولكن اليوم الناس، يعني أول شيء لازم نفهم موضوع معين، أن 65% من المجتمع السعودي ما أقل من 35 سنة، ولما يكون أقل من 35 سنة هذه النسبة الكبيرة من المجتمع السعودي، أنا أعتقد أن العزوف عن قراءة الصحف أمر طبيعي بسبب طبعا العمر، بسبب الوسائل الحديثة، ولكن كما شرحت أنا أعتقد أنه الأمر يأخذ مسار معين. يعني اليوم بدأت ثورة السوشيال ميديا في السعودية تحديدا من عام 2010 إلى يعني 2012 بدأت تضخم السوشيال ميديا، أخذ الموضوع 10 سنوات حتى يصحح المسار. اليوم الناس أصبحت واعية، وأنا أعتقد زي ما شرحت أنه بداية النهاية لفوضى السوشيال ميديا حدثت مع عقبة كورونا، فالصحافة لم تيأس ولم تختفي ولم تغيب ولم تغلق المؤسسات الصحفية، بل هي موجودة تمارس أعمالها، تقدم المعلومة الصحيحة، تمارس المهنية. ولكن أعتقد خلنا نكون واقعيين أنه ملل الناس من يعني الناس عندها ملل، وهذا موضوع ما أقدر أنا أفتي فيه، بس أنا أفتي ممكن من القراءات والأرقام اللي عندنا، يعني ولا أقدر أتعرض هذا الموضوع على إندبندنت عربية ولا غيره، لكن حققنا ارتفاع بنسبة 120% أرقام مارس عن فبراير بسبب أن الناس جايين يبغون يشوفون أخبارنا على عن كورونا. الأمر الآخر، إحنا نشرنا برضو اجتماع التحرير كامل لأول مرة، يعني اجتماع تحرير كان عن كورونا نشرناه موجود على اليوتيوب بتاريخ 2 أبريل أعتقد، واستعرضنا فيه الأرقام، وكان نقاش عفوي في جميع الانتقادات اللي نقولها في اجتماع التحرير اليومية والنقاش. فهل الإعلاميين أو هل الإعلانيين أو هل اللي يسمونه مشاهير السوشيال ميديا هم اللي أخذوا الساحة الإعلامية؟ غير صحيح، لا يملكون مصادر معلومات ولا يملكون أخبار ولا يملكون معلومات، ولا يمكن أن تعتمد عليهم في نقل أي خبر أو أي معلومة. والدليل البسيط، يعني لست أنا من أقول هذا الموضوع، ولكن أعتقد 143 شخص موجودين اليوم
تابعوا حساباتهم في سناب شات وفي تويتر وإنستغرام، وانظروا ما هو المحتوى الذي قدموه أثناء العزل أو أثناء حظر التجول أو منع التجول. لا وأنا أتفق معك، يعني حتى أمس كان في مداخلة سمعت المتحدث الأمني في وزارة الداخلية ذكر أنه هؤلاء ليسوا إعلاميين ولا يصنفون إعلاميين في هذا الموضوع، وغير مسموح لهم أن يكسروا حظر التجول أو تواجد من هذا الشأن. سؤال للدكتور فهد الطياش من قبل أحد الزملاء، ما هي التحديات أو كيف يقيم دور الجمعيات المهنية الإعلامية في محاربة الإشاعات؟ وهل الجمعيات المتخصصة في الإعلام والاتصال مجرد ترف إذا كان؟ لا، أعتقد أنه سؤاله في محله. لا، هي ليست ترف، الجمعيات العلمية ليست صفا. الجمعيات العلمية مع الأسف الشديد ولدت في أرض كفر، يعني لا يوجد لها ميزانيات. البحث العلمي يحتاج إلى ميزانيات ويحتاج إلى ضبط علمي ومهني في نفسه ومحاسبي حتى. أعتقد أنه لو رأينا قبل قليل المثال اللي ضربته قبل قليل في المجتمع الأمريكي، وهذا كان مبني على عقود كبرى من الدولة ومن مؤسسات الدولة مع الجمعيات، مع جمعية علمية لدرء الأمراض هذه القائمة. أعتقد أنه الجمعية عندنا فوق 70 جمعية، عندما يأتي مؤتمر بسيط جدا للجمعية تجد أنها تفتقر لحتى أبسط أدوات اللي هو الاستضافة. هناك من يرى أن الجمعيات العلمية لن تحقق المنتج الحقيقي إلا إذا غيرنا مفهومنا. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يفترض أن يكون لدى الجامعات منهجية كبرى، أنها هي الجامعات هي التي تبحث وتسوق عبر منتدياتها لهذه الجمعيات التي وليس مؤتمرات ترف، لأن بعض الجمعيات مع الأسف الشديد تقدم مؤتمرات ترف ليست مؤتمرات ذات فائدة. احنا نحتاج إلى قاعدة بسيطة جدا، علم ينتفع به وليس علم للترقيات جامعات، إنما نحتاج علم ينتفع به. ماذا يمكن لنا أن نحقق علما نخدم به المجتمع؟ صحيح، الحقيقة الأسئلة كثيرة وأنا أحاول يعني آخذ القدر الأكبر من الأسئلة، حتى عندي سؤال للأستاذ عضوان يقول إن الخبر لازم يمر على مراحل قبل يطلع أو ينشر، كيف بيكون في سبق صحفي؟ هل لازم نرجع لحارس البوابة أو تؤيد نرجع لحارس البوابة مرة أخرى؟ أولا، سبق الصحفي مش خبر عاجل، في فرق بين الخبر العاجل والسبق الصحفي. السبق الصحفي لن يضيع إذا كان سبق صحفي معلومة حصرية ومرت عبر فلاتر للتأكد منها وأنها موجودة من أكثر من مصدر، وأمر طبيعي أنها تمر بفلاتر تمر بتأكد حتى لا تفقد مصداقيتها. والخبر العاجل، يعني بعطيك مثال، احنا مثلا مانعين في الاندبندنت العربية نشر اي خبر عاجل حتى الان، ما نشرنا ولا خبر عاجل، والسبب ان الاخبار العاجلة موجودة ولم تعد اصلا. يعني انا اقول دائما breaking news is not breaking news anymore، اصبحت موجودة عند كل الناس، ولا هي بصمتك ولا جهدك ولا افكارك، هي انت تاخذها من رويترز او من وكالة الانباء الفرنسية او من بعض المصادر وتجدها منشورة مع الكل في نفس اللحظة. يمكن حتى اللي مشتركين في بعض التطبيقات مثل نبض وغيره تجيهم 10 تنبيهات خبر عاجل في نفس الوقت من 10 وسائل نفس الخبر. أنا ما أبغى أدخل في هذه المنافسة، أنا أبغى أدخل في المحتوى الرصين وفي السبق، المعلومة الحصرية التي لدي أنا. يعني أمس نشر خبر مثلا أنه في خلاف بين حماس وإيران بسبب كورونا، هذا سبق صحفي مهما كان، أنت تعتبره خبر غير مهم، ولكن ليس خبر عاجل. لما وصلنا الخبر طلبنا رد من حماس، ما نشرنا الخبر مباشرة، لازم الطرف الآخر يرد هل هو صحيح ولا لا. شفنا انه فعلا في ازمه في موضوع المعدات الطبيه، وفي ازمه في موضوع المساعدات، تخلي ايران عن حليفها طبعا والتمويل طبعا، رغم ان حماس مصنفه ارهابيا وفكره، ولكن المهنيه تستوجب انك تطرح جميع الاراء حتى لو لم تتواصل معهم. ففي فرق بين السابق وفرق الخبر. اسمح لي تعليق سريع بس على دكتورنا واستاذنا بس الدكتور فهد، اتفق معه على ان وكاله الانباء الفرنسيه ورويترز وكل القنوات يعني الفضائيه ممكن تخطئ، ولكن خطأ مقابل المصداقية هذا الخطأ وهذا المصداقية. العكس في فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، هنا الأخطاء والشائعات وهذه المصداقية. ممكن طيب أنا بسأل الدكتور فهد الطياش، دكتور إيش الدور المطلوب اليوم من وزارة الإعلام عشان نحد من انتشار السريع والكثير جدا في انتشار الحسابات الإخبارية الغير موثوقة قائم عليها ناس غير متخصصين التي تنشر الشائعات والأخبار المغلوطة؟
إيش هو الدور الرقابي اللي مطلوب اليوم من وزارة الإعلام حتى تنتج لنا مادة إعلامية مميزة؟ أنا أعتقد أن الأخ عضوان لمس الموضوع بطريقة احترافية رائعة جدا، وهو الخط الفاصل الرفيع جدا ما بين الحد من الحرية وضبط الفوضى. احنا وذكرها بمثال اللي ضربه على مستوى الامارات المناطق في الحد من الشائعات. اعتقد انه احنا عندنا مشهد اتصالي رقمي في المملكه العربيه السعوديه من هذه الاعداد الكبيره من وسائل شبكات التواصل وغيرها. نحتاج الى مرصد، يعني احنا اذا كنا نرصد الطقس نحتاج الى مرصد رقمي يقوم لنا بهذا العمل. هذا المرصد الرقمي يقوم بجهه محايده، وانا لعلي استغل هذا المنبر اليوم، هذه المنطقه نقطه، لعلنا هنا لان نقترح على الجامعه الالكترونيه بقيادتكم دكتور شاكر وننقلها لقياده الجامعه اننا نسوي المرصد الرقمي السعودي، ويكون بالتعاون وبرعايه الاخوان في اندبندنت عربيه، وبالتالي يكون عندنا عمل مشترك. احنا بالجامعات السعوديه ممكن ننضوي ونشارك معكم بالجامعه الالكترونيه، لانه هذا سبق لاحدى جامعاتنا الوطنيه، ونعمل سويا على ان نخرج من هذا اللقاء بعمل مهني يخدم الوطن. أبد شكرا، وإحنا بالعكس نرحب دائما بأي مقترح يخدم المهنة ويخدم حفظ المهنة ويخدم جودة المهنة. أبغى وإن شاء الله أنقل هذا الاقتراح دكتور لقيادة الجامعة، اللي متأكد أنها دائما ترحب بكل المبادرات المميزة. دكتور عضوان بسألك، إيش اليوم أنت كصحفي ممارس ورئيس تحرير، تدرجت ما شاء الله في الصحافة من مدير تحرير إلى عدة مناصب حتى وصلت ما شاء الله رئيس تحرير، اليوم إيش كلمتك للصحفيين؟ إيش نصيحتك لهم الصحفيين اللي اليوم يجون مثلا بعضهم ما شاء الله بدافع الحماس يحب يمرر معلومة بشكل سريع، سواء في حسابه في تويتر اللي هو في الأخير يمثل الجهة الإعلامية اللي يعمل فيها؟ وأنا في الحقيقة هذه نقطة لازم أناقشها معك، لأنه كثير من وسائل الإعلام اليوم ما تقدم دليل إجرائي لآلية استخدام من سبيل شبكات التواصل الاجتماعي، هذه نقطة كبيرة جدا صار ما يتسع المجال لذكرها. لكن اليوم إيش نصيحتك لكل الصحفيين أو الناس اللي يقدمون نفسهم للمجتمع على أنهم صحفيين في تويتر ويحظون بمتابعات مئات الألوف وكذا، إيش نصيحتك لهم أنهم يكونون اليوم دقيقين وتحرون المعلومة ويقدمون للناس معلومات صحيحة وعدم الانجراف خلف الشائعات؟ اولا انا ودي انك تعمل استفتاء، ترى اذا الناس يبغون يمددون الوقت والدكتور فهد ما عنده شيء احنا ما عندنا مانع، انتكم مشغول بس. لا انا ما عندي شيء، انا اتمنى انه يساعد، انا خاف البرنامج بس يخوني، لكن احنا بنستمر اذا طلع البرنامج بنقول السلام عليكم. ولا يهمك. اولا ما ودي اني ادخل في موضوع النص صراحه، ولا احب ان يكون ناس خصوصا في وجود دكتور قامه مثل الدكتور فهد، هذه ليست مجامله بالحقيقه. لكن انا اولا اقول اليوم أن الإنسان عنده مسؤولية ذاتية، لا يمكن يا دكتور شاكر لا يمكن إعادة تربية الناس ولا يمكن إعادة زراعة الوعي لدى الناس إذا الإنسان ما عنده مسؤولية أخلاقية في موضوع الأخبار. يا عزيزي يخرج من المهنة ويتجه إلى مهنة أخرى، المسؤولية الأخلاقية أكبر من أي شيء. الأمر الآخر، في أحد أنا ترى جلس التعليقات فلجميع المشاركين، يعني أنا عارف أن دكتور شاكر جلس يرصد ولكن عيني على أبداً. شوي يتكلم على الموضوع أنه يمكن البعض يباهي بالسابق ويتمصدرون في موضوع الأخبار الحكومية. أنا ما أبغى بالغ، لكن خلوني أقول لكم إياها، كل الذين يقومون بنشر أخبار أنه أوامر ملكية بعد قليل أو يعني أخبار مهمة بعد قليل، إذا كان لديه الخبر المهم بعد قليل ماذا لا ينشر؟ لا يوجد لديه خبر، هو يعرف أن فيه أشياء ستذاع على الإذاعة وعلى التلفزيون بعد قليل، ويحاول جمع متابعين عن طريق هذا الموضوع. وإلا أنا أقول بكل شفافية أتحدى أن يكون لديهم مصدر، يعني من جهات عليا يقولون لهم أن هناك أخبار أو هناك أوامر ملكية، الأخبار تنشر ولكن قبل أن ينشر، يعني قبل أن تنشر واس بنصف دقيقة أو قبل أن تنشر الإخبارية أو التلفزيون السعودي بدقيقة أو دقيقتين تجد أحدهم يتمصدر ويكتب أوامر ملكية بعد قليل. بل أننا شاهدنا كثير من الإعلاميين اعتذروا عن تغريدات كاذبة بشأن توظيف وحوافز والآخره، قاموا بنشرها ومن ثم قالوا نعتذر عن هذا الخلل لأنه وردتنا بشكل آخر، وهو غير صحيح صراحة. يعني يمكن هو أنا بس خايف البرنامج يقفل لأنه الساعة 10 آخر شيء، لكن إحنا بنحاول لمدة 5 دقائق، إذا مشي معنا ما مشي معنا نقول لكم من الآن كثر الله خيركم وجزاكم الله خير الحضور
والمشاركين المميزين. سؤال للدكتور فهد، أمس مجلس الشورى طالب في جلسته وضع، طالب وزارة الإعلام وضع إطار حوكمة تضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي، إيش تعليقك على هذا الخبر؟ أنا أعتقد أنها يعني مطالبة في محلها، لكنها أتت متأخرة جدا، وأعتقد أنه إحنا بدل ما أعطيناهم مساحة كبيرة من وخلطنا ما بين الإعلان اللي يسميه الأخ عضوان إعلانيين وليسوا إعلاميين، وأنا أتفق معه في هذا، أعطيناهم مساحة كثيرة إلى درجة أن المؤسسات الحكومية أخطأت خطأ كبير، وأعتقد أنها بدأت تصحح هذا الخطأ. يعني أنا أعتقد بعض مؤسساتنا الحكومية هي تتحمل عبء هذا الخطأ الذي وقعت فيه في فترات سابقة، أنها دعت مجموعة من هؤلاء وروجت لهم، وبعد ذلك اكتشفت أنهم هم جزء من نشر المعلومة، من نشر الشائعات وليس تثبيت الحقائق. أعتقد أنه في كثير منهم أساء وتمادى في هذا الخطأ. أعتقد أنه مطالبة مجلس الشورى في الحوكمة هذا حق مجتمعي، مجلس الشورى ينقل لنا صوت المجتمع، وأعتقد أننا مواطنين سعوديين نتنقل المعلومات، أو على الأقل من حقنا أننا نعرف أن مصادر المعلومات، أن نوقف الفوضى المعلومات التي في محيطنا الحد الأدنى، وبالتالي نطالب الجهة الحكومية الرقابية التشريعية أن تقوم بواجبها المهني. ممتاز. أبسألك أستاذ عضوان على شو اسمه، على دور اللي جالسه اللي مارسه بعض مشاهير التواصل الاجتماعي الحقيقه اللي اثر على مصداقيه الاخبار ونقلها الى اخره، كيف تشوف المشهد العام بعد ما اتخذت عدد من الجهات اجراءات معينه في ضبط هذا الموضوع؟ يعني انا ودي بس اقول للمتابعين والمستمعين والدكتور فهد سر، اول ما كلمنا الدكتور شاكر وقال نبغى في ندوه طلبت طلب، قلت له يا شاكر ما نبغاه على مشاهير السوشيال ميديا، قال لا هو على الشائعات زمن الكورونا. وانا ودي اوصل صراحه ان لا يفهم، يعني حتى انا يمكن ايش قلت لك بالتليفون، قلت لك انه من حقهم يتحدثون، اولا لسنا معهم، بالعكس بعضهم اصدقاء وبعضهم زملاء وزميلات، من حقهم الشهره ومن حقهم الحديث ومن حقهم الاعلان، ولكن ليس من حق وسائل الجهات الحكومية، وليس هم ترى حين ما لهم، ليس من حق الجهات الحكومية في مؤتمر مثل، أنا أقول لك مؤتمر منتدى عاصمة الإعلام العربي، حفل عاصمة الإعلام العربي، وإن شاء الله المستمعين لنا اليوم هم صحفيين وصحفيات، بعضهم حاليا وبعضهم قادم، في منتدى الإعلام العربي عاصمة الإعلام العربي، على الصف الأول اللي كان فيه الوزراء والمسؤولين كان فيه طاولتين لمشاهير السوشيال ميديا اللي ما لهم علاقة بالإعلام، وكان في الطاولات الصفوف الأخيرة رؤساء تحرير الصحف الخليجية. هذه أكبر إهانة للإعلام في يوم الإعلام العربي. طيب يعني بكل شفافية كان هذا المشهد مؤلم. وليش؟ لأنه بدل ما أنا أقدم الصحفي المصري والكويتي والبحريني والعماني اللي كان في الصف الأخير الصف الأول ويقوم بالتصوير بجواله ويقوم بنقل الخبر والبث عن طريق ميرسكوب، يعني كان فاتت على القائمين على الفعالية أن هؤلاء قد ينشرون إلى جميع الدول، وجابوا مجموعة من الأصدقاء والشلة يقول ووضعهم في الصفوف الأولى للتصوير. اليوم جالس يصير تحديث مسار أو تصحيح مسار، وهذا أمر طبيعي، وأنا أقول لك تربطنا فيهم صداقة وعلاقة جيدة، ولكن لا أعتقد أنهم مخولين ولا أعتقد لديهم الكفاءة أبدا بالنشر أو حتى بالوعي، والدليل مخالفة كثير منهم لأنظمة حظر منع التجول الفترة الماضية. المسألة هو المتابع. النقطة الأخيرة مثل ما قلت، أكيد أنه كلنا نتابع بعض المشاهير على السوشيال ميديا، أو أنه مثلا لما نسمع أنه والله في كارثة حصلت أو أنه في شخص قام بفعل معين نقوم بمتابعته. الفترة الماضية يا جماعة الخير اللي 136 شخص يسمعونه وقد ينقلون رسالة لغيرنا، الفترة الماضية في فترة الحجر المنزلي ما هو المحتوى الذي وجدته مفيد لهم؟ لا يوجد، لأن محتواهم قائم على الخروج وعلى المطاعم وعلى تصوير الإعلانات وعلى تصوير الخصومات وعلى تصوير المحلات التجارية وإعلاناتها، فهذا هو دوره. فأنا أعتقد أن المسؤول يقلل من 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 هيبة جهته الحكومية ومن هيبته حينما يستعين بأناس متخصصين في إعلانات المطاعم وفي النكت أن يقومون بالإعلان عن جهود وطنية كبرى، وليس عذر. اليوم لماذا تميزت جميع الجهات الحكومية؟ تجد وزارة الداخلية تنافس وزارة الصحة بإعلانات وبفيديوهات جميلة جدا على حساباتهم على تويتر، تجد وزارة الصحة تنافس وزارة التجارة، تجد هناك جهد حكومي إعلامي قوي في إبراز الجهود الحكومية دون الحاجة لهؤلاء.
لأن الأزمة تستدعي يعني جودة وتستدعي قوة وتستدعي مسؤولية. فاكتشفنا أنه عندنا مصممين جرافيكس عظماء ومصممات جرافيكس عظماء في الجهات الحكومية، اكتشفنا أن عندنا منتجين فيديو مميزين، اكتشفنا أن عندنا طاقات كانت كامنة، لأن المسؤول متراخي بدلا من أن يقوم بتطوير جهاز الإعلام والعلاقات العامة في وزارته يقوم بدفع 10 20 30 40 ألف لمشهور يقوم بالتصوير 10 ثواني ومن ثم يذهب. فأنا أعتقد التفكير بالديمومة أفضل من التفكير بعشر ثواني وعشرين ثانية للتغطية ثم الانتهاء. طيب سؤال لك أستاذ عضوان، النصيحة اللي توجهها للخريجين الصحافة في حاليا يعني وبداية مشوارهم الوظيفي في التحديات اللي تواجه الصحافة من ضمنها الشائعات؟ أولا بالنسبة للشائعات، أنا زي ما شرحت أعتقد التحقق من أكثر من مصدر شيء مهم، وأن نكون جميعا بوابة لصد الشائعات مهم. أما بالنسبة للنصيحة، أنا شرحت لك ماني بناصح، ولكن أنا لما كنت أدرس في جامعة الملك سعود ما درست إعلام لأسباب كثير يمكن يعرفها الدكتور محمد الطياش. أنا ما أخذت الإعلام من عمري 18 سنة، ما درست الإعلام لأن ما كانت أقسام الإعلام مهيئة أن تخرج صحفيين صراحة. هي أكثر كانت تخرج صحافة إذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة، كان هذا التركيز عليها، فاتجهت أنا الأمر آخر. لكن اللي يبغى نصيحة من الآن يبحث عن صحيفة يعمل معها، من اليوم يبحث عن صحيفة يعمل معها. ونصيحة أيضا لوجه الله ليست مبالغة وليست، لا تبحث عن المال في أول 5 سنوات من عملك. إذا أنت تبغى تصير صحفي قوي ومميز في المستقبل، عليك بالصبر وعليك أن تكون مختلف، سواء في طرحك الصحفي، سواء في تحقيقاتك، في تقاريرك. لا تبخل على نفسك في أن تقول والله راتبهم قليل أو راتبهم عالي. إذا أفنيت نفسك ووقتك للمهنة وضغطت على نفسك، على الأقل خلنا نقول ما نقولش 5 سنوات الأولى، السنتين الأولى، في كثير من الناس يأخذون الصحافة وظيفة بديلة، في بعض المدرس ويعمل صحفي تلقاه مميز، ولكن الذي يريد التفرغ للإعلام والصحافة عليه بالصبر، وحينما يصبر سينال مالا ويعني وقوة تأثير وإلى آخره. أما الذي يستعجل فكثير منهم يمكن تعرف يجي إغراء مثلا، يعني لو راسك مثلا 5 أو 10 جاك 2000 زيادة من جهة حكومية وشيء، تترك الصحافة لأجلها. لا تستعجل، تستطيع القوة. الأمر الثاني، لا تغريك الشائعات ولا تغريك النجومية ولا تغريك عدد المتابعين للحصول على أكبر سبق ممكن أو أكبر عدد ممكن من الريتويت أو إلى آخره، بناء على معلومة مغلوطة. قبل أمس في شخص نشر شائعة وحدثها واعتذر عنها وحذف حسابه على تويتر أو أوقف حسابه، اللي قال إلغاء حظر التجول، نشر شائعة أنه إلغاء حظر التجول في جميع المدن. ما هي الفائدة اللي يحصل عليها؟ لا، يريد أنه يقومون بتصوير الشاشة ونشرها في الواتساب ويبحث عن مجد مؤقت بناء على أمر قد يعرضه للأذى وتطبيق النظام عليه. طيب، وعليهم بالتسجيل في دورة اندمنت عربية. ممتاز، هذه الدورة برجع لها في سؤال أخير، بس بسأل آخر سؤال الدكتور فهد الطياش من الدكتور سمير محمود أستاذ الإعلام، يقول تصور أن التربية الإعلامية مسألة ضرورية ودور مهم للجامعات وأقسام الإعلام ووسائل الإعلام ووزارة الإعلام رفع وعي الجماهير العريضة في سبيل تلقي في سبل تلقي معلومات الإعلام ووسائله ومنصاته القديمة والجديدة، وسبل تحسين نفسه ضد المعلومات والأخبار الزائفة والمفبركة والشائعات، بل وسبل التحقق من صدقيتها سواء كانت مجرد بيانات أو صور أو مقاطع صوتية. هذا يدعوني لسؤال دائما للدكتور، استخدام الناس لفيديوهات سابقة خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، يجي فيديو قبل 4 أو 5 سنوات يقول هذا فيديو صار أمس ولا صار اليوم، وكذلك يندرج على الصور إلى آخره، إيش تعليقك على هذا؟ أعتقد أنه كلام الدكتور، وأهلا حيين على مشاركته معنا في هاللقاء. التربية الإعلامية مع الأسف الشديد إحنا ما تنبهنا لها كثيرا لسنوات، لكن هي موجودة في دول العالم متقدم كجزء من ثقافة تعليمية، يعني ممارسة تعليمية في المدارس، ما هي من ضمن منظومة تعليم التفكير الناقد وحل المشكلات التعامل، يعني كأنها جزء من مهارات الحياة. أنا أعتقد أنه اللي نواجهه حاليا في موضوع تربيتنا الإعلامية، إن لم نستطع أن نعيدها ونجدولها مرة أخرى وتصبح جزءا من منظومة تعليمية كممارسة مهنية، وأيضا التفكير الناقد بأننا نحسس أن هذا الجيل الجديد الذي يستطيع أن يقيم وينتقد ويفرز المعلومات ويعرف طرق البحث عن الصواب من عدمه، لن نفلح كثيرا، لأن هي منظومة متكاملة.
إن استطعنا على سبيل المثال، خليني بس أذكر نقطة لو سمح لي في ثواني. تفضل دكتور، تفضل. أعتقد أنه في كتاب صدر في من مجموعة روسل كان عن الشائعات والاتصال في آسيا زمن الإنترنت، وكان عندهم واحدة من البصول طرح نقطة مهمة جدا وهي سماه مثلث الموت. ما هو مثلث الموت اللي هو Triangle of Death عندهم؟ يقول فيه هناك من يخط خطط استراتيجية اتصال من أي مكان ثاني، من عدوك ولا من أحيانا المهم يجيك تخطيط استراتيجي، رسائل تقتحم عندك، من الذي يستطيع أن يتصدى لها؟ كيف يمكن للناس أن تتصدى لها؟ وبالتالي هناك من يأتي جهة أخرى تريد أن تحرك ما يسمى تحرك عمليات التمرد في عقلية البشر أو الجدلية في الإنسان. وهناك فيه جزء منهم سماهم طواحين الشائعات. لو فكرنا قليلا من هم طواحين الشائعات؟ يعني الآن يقول الأخ عبوان أنه ليسوا إعلاميين، هم جزء من طواحين الشائعات التي تطحن في هذه الشائعات وتقدمها وتساهم في نشرها. أعتقد أننا نحتاج بسيط ببساطة يكون عندنا آلية للقياس والضبط العلمي. ممتاز، شكرا. ممتاز دكتور فهد. أختم مع الأستاذ عضوان الأحمري هذا السؤال. إحنا اليوم يا أستاذ عضوان من خلال متابعتنا ومن خلال بحوثنا، حتى لما كنا نبحث في ندرس الدكتوراه في بريطانيا، والأخبار اللي نشاهدها باستمرار هي تخص إغلاق الصحف والتحديات اللي تواجه الصحف والتحديات الرقمية اللي تعاني منها الصحف، سواء كانت صحف تقليدية عندها مواقع أو صحف إلكترونية جديدة، ومن ضمنها صحيفة إندبندنت الإنجليزية لما قررت إغلاق صحيفتها الورقية وتحولت أونلاين. أنت اليوم أستاذ عضوان، بما أنك ترى تحرير صحيفة إندبندنت عربية وتواجه كل هذه التحديات، أو ترى بعينك كل هذه التحديات اللي تواجه الصحف اليوم، هل شايف وسائل الإعلام عندنا جالسة تواكب هذه التحديات بشكل رقمي مميز يضمن استمرارها، أو أنه لا زالت تعاند عندنا اليوم بعض الصحف في عملية الاستمرار بالصحف الورقية؟ سوف أدع لك الحديث تختم بما تقوله وتعرج على الدورة اللي تبغى تذكر نقاط اللي تخصها، فتفضل. إن شاء الله باقي 9% بطارية اللابتوب إن شاء الله يكفي. أولاً تذكر الجانب الآخر دكتور شاكر، اللي هي لما أغلقت إندبندنت بريطانية عام 2016 نسختها الورقية، قبل 4 أشهر حققت أكبر نجاح لها رقمي رقم 1 في المملكة المتحدة من ناحية الزيارات. تجاوزت الجارديان، تجاوزت جميع الصحف، وحققت مبيعات ليس مبيعات إنما اشتراكات، ولديها خدمات ومزايا جديدة. أولا بالنسبة للصحف السعودية والأدمات التي تعاني، أنا أعتقد أول شيء إندبندنت عربية زي ما شرحت كان عندنا ارتفاع في الأرقام الأسبوع الماضي، وكل شهر أو شهرين نقوم بإضافة ميزة جديدة أو يعني خاصية جديدة، وآخر شيء لايف أبديتس. صحيح أنه موجود جميع صحف العالم، لكن الصحف العربية قليل منها تقوم بتطبيق هذه الخاصية. ارتفع عدد القراء 120%، وأنا أعتقد رقم كبير جدا، مش 10 ولا 20 ولا 30، 120% في شهر واحد فقط. النقطة الأخرى أن احنا ابتعدنا عن الأخبار العاجلة وقمنا بالتركيز على التحقيقات فوجدنا نجاح. الذي يواجه الصحف العربية والخليجية والسعودية تحديدا والأزمة اللي تواجهها هو عدم قدرتها على التطوير وعدم قدرتها على الإيمان أننا في عالم متغير، لا في الصياغة ولا في طريقة تطوير وسائل السوشيال ميديا تبعها ولا في طريقة تطوير مواقعها الإلكترونية ولا حتى في التفكير بتفعيل الفيديو بشكل جيد. يعني اليوم بعض الصحف السعودية اليوم فكرت باللي فكروا فيه الجميع قبل 8 سنوات وبدأت تعمل فيديو جرافيك. يعني أنا أعتقد أنها خطوة متأخرة جدا. اليوم الفيديو جرافيك ما عاد أحد صار يعمله ولا عاد صار له تأثير. اليوم صارت الفيديوهات الصامتة هي اللي لها تأثير، الانفوجرافيك المتحرك او الجرافيكس المتحرك والجاي اف. ف انا ما اعرف صراحه السبب، هل هو لانه ادارات كثير من الصحف متمسكه بطريقه كلاسيكيه في الاداره، هل هذه الصحف تحتاج الى اعاده هيكله كامله والتوجه الرقمي، ايضا المكابره في انني انا يجب ان ابقى حتى اللحظه الاخيره في السوق ورقيا، انا اعتقد انه غير صحيح. في نيويورك تايمز كانت احدى اشهر التجارب نيويورك تايمز ترى صفحه الطبخ، يعني صفحه الطبخ في فتره من الفترات حققت مبيعات مهوله نيويورك تايمز، وكانت عندهم ميزه انك انت اذا عجبتك وصفه طبخ معينه نيويورك تايمز الكبرى ما قالت انه والله مداخيلي بتصير من الطبخ في البدايه او لا، طبعا مداخيل بسيطه وليست تجربه كامله، اذا عجبتك طبخه معينه تقوم بطلب هذه الطبخه وتصلك للمنزل
عبر التعاون مع شركة وصفات معينة؟ لماذا لم تقم بها الصحف الإلكترونية أو الصحف الورقية السعودية؟ هل لأنها تخشى من الجمهور؟ الجمهور لن يقوم بإدخال مداخيل مادية لك في حال إفلاسك. بعض الصحف مثلا صحيفة اليوم أنا أعتقد لديها خطوة ذكية قبل 10 سنوات أو غيره حينما قامت بالاستثمار العقاري، أعتقد حسب ما سمعنا وما نتحدث عنه أن لديهم برج مثلا بالمنطقة الشرقية، لا أعرف عن، أعتقد المعلومة صحيحة ولكن لا أعرف عن الدقة في التفاصيل. فكرة ذكية أني أنا أقوم بشراء عقاري، أقوم بإدخال مداخيل لي وأعزز من مواقعي. علينا أيضا سؤال الصحف العريقة والكبيرة في السعودية حينما كانت مداخيلها السنوية بمئات الملايين، أين ذهبت هذه الأموال؟ هل تم استثمارها في مشاريع تقوم بإدرار الدخل لها مستقبلا، أم أنه تم إنفاقها مباشرة على توسعات غير مدروسة للمستقبل؟ أيضا التوسعات التي تمت الفترة الماضية، هل هي ضرورية أم يمكن إغلاقها؟ النقطة الأخرى، وهذه حالة غريبة صراحة، أنا ما أعتقد أنها موجودة إلا في الصحف السعودية المحلية، لا يمكن أن تجد صحيفة سورية محلية أو صحيفة لبنانية محلية لديها مراسلين في جميع أنحاء العالم العربي. الصحف السعودية المحلية اليوم المحلية، ما أتكلم عن الشرق الأوسط أو أتكلم على يعني قناة العربية أو أتكلم على الصحف اللي هي يسمونها بان عرب الموجهة للعرب، صحيفة محلية تصدر من جنوب المملكة أو من شمال المملكة أو صحيفة من الغرب أو الشرق، تجد لديها مراسل في غزة وفي رام الله وفي بيروت وفي واشنطن وفي نيويورك، وتوسع غير مدروس تماما. لا يوجد صحافة مناطقية متخصصة أو صحافة وطنية متخصصة، فقاموا بالإنفاق على مكاتب خارجية تضر قبل أن تنفع. فأنا أعتقد أنه خطوات كثيرة، وهذا أمر يخص الصحف طبعا وكل صحيفة أدرى بشؤونها، ولكن زي ما شرحت أعتقد أن كثير منهم ليس مستوعبا حتى هذه اللحظة أننا في عالم متغير. أنا مع بقاء الصحف الورقية على فكرة، ولست مع إلغائها، ولكن مع تطوير المحتوى ومع تطوير الوسائل ومع محاولة التفكير كيف يمكن أن تجذب جمهور جديد بدلا من الجمهور الذي قد يكون توفي نصفه، يعني وأنت لا تعلم أنه توفي. ممتاز. الحقيقة الوقت الآن يعني عدينا الوقت اللي موجود اللي تحت المحاضرة، أتمنى إن شاء الله أنه يعني أخذنا أسئلة كل المشاركين، ولو أنه في أسئلة كثيرة لكن بعضها مكرر، لكن باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور فهد الطياش والأستاذ عضوان الأحمري على هذه المحاضرة وهذا اللقاء القيم والمميز، واللي قدم لنا اليوم معلومات مهمة جدا عن تعريف الشائعات والأخبار المفبركة والأخبار المزيفة وطرق الوقاية منها. أنا على المستوى الشخصي استفدت من هذه النصائح ومن هذه المعلومات ومن هذه التعليمات ومن هذه الآراء. أتمنى أن قدمنا اليوم في قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة السعودية الإلكترونية منتج علمي ومهني مميز يساهم في حل هذه الإشكالية ويساهم في توعية المجتمع. أتقدم بشكر لهم مرة أخرى، أنقل لكم تقدير سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إبراهيم المعيقل وكافة المسؤولين في الجامعة، ونتمنى إن شاء الله أن نستضيفكم في ندوات أخرى بعد هذه الجائحة في مقر الجامعة وفي مكان الجامعة حتى يكون الجميع حاضر. أتمنى من الجميع الحضور أنهم يشاركون بتعليقاتهم وآرائهم في هاشتاغ لقاء الإعلام الإلكتروني المنشور على موقع الجامعة وعلى موقع قسم الإعلام الإلكتروني، وأشكركم جميعا على حضوركم وعلى وقتكم وعلى مبادرتكم. شكرا عضوان من لندن، وأتمنى إن شاء الله أنك تشوفك قريب هنا عائد لأرض الوطن. شكرا دكتور فهد. إذا في كلمة أخيرة لكم اثنينكم تفضلوا. الحقيقة أنا بس عشان أكبر سنا من الأخ عضوان أولا نشكركم، أكبر سنا وأكبر خبرة وأستاذ ودكتور كمان، يعني بالعكس. عمرك يسلمك أستاذ الفضل. أنا أولا أتقدم بالشكر الجزيل، وكلمة النهاية في هذا الموضوع أنه إحنا نفخر أنه الجامعة السعودية الإلكترونية وهذا القسم الوليد أني أنا أشرف أني كنت جزء منه، وأعتقد أنه قدم وبقوة. تهانينا دكتور شاكر، تهانينا للزملاء لكم وعميد الكلية ومدير الجامعة وللزملاء أعضاء التدريس، أعتقد أنه أنتم قادمين بفخر واقتدار، وإن شاء الله نراكم ونبدأ أيدينا مع بعض في الجامعات السعودية لنضع لبنة قادمة نحرك بها المهنة ونحرك بها الوسائل ونحرك مع بعض الجمعيات العلمية، وإن شاء الله يكون عندنا جمعية سعودية للإعلام الرقمي قريبا تحت قيادتكم إن شاء الله. شكرا دكتور، شكرا. تفضل يا أستاذ عوان. شكرا لك، شكرا للحضور، أخذنا من وقتكم ولسنا أكثر علما منكم،
شكرا لاستماعكم ولطفكم. نعتذر إذا كان هناك خلل في الحديث أو عبارات أبداً 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 موفقة. وشكرا لك أيضا دكتور فهد على قبولك أن تكون أن تقبل أن أكون معك طبعا. شكرا للدكتور شاكر على الدعوة، وأنا والله بود تسمعوا المكالمة اللي صارت قبل كم يوم، ولكن كانت مكالمة لطيفة. شكرا للذين استمعوا لنا، وأبدا الإندبندنت العربية تحت تصرفكم إن شاء الله أن نساهم في إعداد جيل جديد من الصحفيين والصحفيات. الدورة موجودة طبعا، ممكن أرسل رابط الإعلان الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل رتويت لها أو تنشرها ترسلها للطلاب والطالبات اللي يبغون يشاركون، وراح تبدأ في 10 أبريل. شكرا لكم مرة أخرى، عليكم مسؤولية كبرى في عدم إرسال أي رسالة تصلكم عبر الواتساب إلا لما تأكدوا منها. الوعي يبدأ بالممارسة، والدليل أن حينما لم يرد الناس كثير وضروا بمجموعات أخرى تم حظر التجول 24 ساعة. فنحن لا نريد أن أيضا يصل هذا الحظر إلى مسألة قيود على أي تطبيق بوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على موضوع التعبير والآخره، بل نريد أن نكون نحن صناع الوعي، ونريد أن نرفع السقف بالوعي وبالمصداقية. شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا لكم جميعا. شكرا سيد عضوان، وإحنا إن شاء الله بنبث معلومات الدورة من خلال حساباتنا ونقول لكل طلابنا. أشكر جميع الطلاب، أشكر جميع الحضور، أشكر جميع المهتمين، أشكركم جميعا مرة أخرى، ونلتقيكم إن شاء الله على خير. مع السلامة.